مرحبا أصدقائي، اليوم راح نتعلم الأكوردات على مفتاح دي ماجر. دي ماجر 7، دي ماجر 7، دي 7، دي 6، دي 6، دي ماجر 7، D major 7, D major 7, D sus 4, D sus 4, E minor, E minor, E minor 7, sharp minor, F minor sharp, G, G, A7, A7, A9, C diaz diminish. هذا هنا. C diaz diminish. هذا كل ما لدينا اليوم وإلى اللقاء.